وانا عندي تجربه جميله جدا السنه اللي فاتت، يعني كان نفسي اجيب لكم فيديو تتفرجوا عليه. احنا مجموعه مثلا قلنا كريتيكال ماس، هناخد حجم حرج من المدارس اللي هي المدارس الحكوميه للغات اللي هي كان اسمها مدارس تجريبيه تجريبيه. دول في مصر كام؟ 741 مدرسه فقط. فقلنا هناخد دولت، ودولت مصاريفهم لها مصاريف اظن 1000 او 1200 حاجه زي كده، يعني بتخاطب الطبقه المتوسطه كمان، الاقل اللي مش متوسطه، اقل من واللي المتوسطه، واللي بتطمح لحاجه احسن. مزبوط. فدي النسبه ناس. فقلنا احنا هناخد مجموعه المدارس دي وهنعمل اللي احنا شايفينه فيه، اللي هو المدير وكيل المدرسه، المدرس اللغه العربيه واللغه الاجنبيه، والناس بتوع الماس والساينس والكيندر جاردن، والتلامذة دولت نعمل معاهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، موسيقى، فن، حاجات زي كده. في سنة واحدة، وانا بتكلم على مدارس حكومة، اقسم بالله ان انا من يومين كنت بنديلهم جوائز التلامذة، والله العظيم يطلع قماشة 10 على 10 طبعا من جهد لمدة سنة فقط. مدرسينهم بيتغيروا، مديرينهم بيتغيروا، الولاد والبنات كانوا بيرقصوا على المسرح ويغنوا وعاملين مسرحية وبيلعبوا رياضة. ايه ده؟ ده احنا يعني تطلعي تقولي قلبك وجعك من ان المسألة ما هياش معقدة. إحساسهم بمسؤولية إن هم تحت ضغط امتحان يا دكتور. يديكي الكثير من النتائج. ده إحساسهم بمسؤولية إن هم تحت ضغط امتحان. ما فيش امتحان. خلاهم يبقوا كده. لا، متابعتكم أنتوا، متابعتكم للأداء. أنا واحدة أم وأنا خارج جت تقول لي أنا عايز أحضنك وأبوسك يا دكتور حسام، ده أنا ابني منطوي ما بيكلمش حد. ابني المنطوي ما بيكلمش حد، ده البذرة بتاعت إيه؟ بتاعت التطرف. لما شفته على المسرح وهو بيقول شعر، بقيت مش مصدقه نفسي، عماله تعيط الست. اذا المساله هي ازاي تقسمي البلاد الى سبعميات والافات، وتعملي الانماط اللي هو بنسميها التطوير الراسي، وتوصلي النتائج.